بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ها هي اليمن البلدة الطيبة تنادي حرائر ونساء العالم ونساء اليمن كافة وأحرار العالم كافة في كل بلدانها. ها نحن الآن في ميدان الستين ومن صنعاء عاصمة اليمن نعلن بياننا باسم نساء اليمن أجمع، باسم نساء تعزل حرات الأبيات الشهيدات، باسم نساء صنعاء وتعز وأبين وعدن وشبوة، باسم أرحب، باسم كل النساء نعلن بياننا اليوم مع إقامة رمزية لنا، وهو إحراق المقارم التي بحوزة النساء التي أتت من هنا. وهذه المقارم لا تعني أننا نخرج عن إسلامنا أو عاداتنا أو تقاليدنا، هذه المقارم هي رمز للتحرك. المقارم التي ستحرق هي رمز فقط لإشعال ثورة هي مشتعلة منذ 9 أشهر، فقط لنقول ما دام هذا النظام قد أحرق النساء وقتل المرأة والطفل والأم والأخ والزوج، فها هي المرأة الآن تأتي بهذا الشعار بهذا الرمز البسيط مع تمسكها بدينها وتقاليدها وعاداتها، وها هي الآن تحرقه فقط لتحيي رمزا ولتقول لقبائل اليمن التي أتت مسالمة: ها نحن هنا نعيد إشعال النار بسلمية. هذه النار ليست لتحرقنا ولكن لتزيدنا تحفيزا للنيل من أعداء الثورة، ثورة الشباب السلمية. يا أحرار اليمن والعالم ويا قبائل اليمن، ها نحن اليوم نساء اليمن صنعاء تعز عدن كل اليمن نسطر في تاريخ ثورتنا السلمية وقفتنا هنا الاحتجاجية في يومنا هذا الأربعاء 26 من أكتوبر لعامنا هذا 2011 للميلاد، ومع مرور ما زاد وقارب عن 9 أشهر صمودا وتضحيات وشهداء وشهيدات إكراما لهذا الوطن. ها نحن نحرق مقارم من نساء تعز الثائرات، تعز التي تعازر، تأتي مقارم نسائها، وأنا من بنات تلك المدينة الثائرة، نعلن من هنا إحراق هذه المقارم إعلانا للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومناصري حقوق الإنسان والطفل والمرأة وإلى جميع الثوار الأحرار في جميع
ما ترجعيه. ها نحن نساء اليمن نعلنها من هنا من ساحة التغيير ومن شارع الستين صنعاء، نعلنها الى جميع الثوار الاحرار في اليمن وتونس ومصر وليبيا الطائرة وسوريا من تعرف الضفة والاستبداد، نقول لهم نحن ثوار اليمن الاحرار وحرائرها، نرفض الظلم والطغيان، نرفض العبودية وننشد الحرية. ها نحن نثور لجميع الطرق والاساليب السلمية وبالعادات والتقاليد والاعراف القبلية. نحتج على قتل اليمنيين بشكل عام وعلى النساء قتل النساء والاطفال بشكل خاص في جميع ربوع وطن الحبيب اليمن. نقول للعالم بينما انتم تمنحون المرأة اليمنية جائزة نوبل للسلام علي صالح ينتهكها وينتهك حقوقها، شهيدتين من تهف عزيزة وجميلة وطابور من النساء سحر وابنها الى جميع نساء اليمن الثائرات الشهيدات. من اجلكم اتينا بهذا البيان والنداء العاجل. صالحا عاف بالارض فسادا، دمر البلاد، قتل النساء والشباب والاطفال، لم يخترق فقط القوانين والاعراف الدولية بل اخترق وعطل موادنا الدستورية وخرج عن المألوف وانتهك العادات والتقاليد والاعراف القبلية، ولم يعبر حتى بالتعاليم الاسلامية. نحن هنا نأتي بثلاث رسائل للعالم. رسالتنا الأولى لمجلس الأمن، نحن نرحب ونبارك بقرارات مجلس الأمن ولكن صالح يتحداه، وكان رده مزيدا من المجازر والجرائم. لذا نطالب برقابة حقيقية عادلة ومنصفة لا تمنح الطاغية الضمانات ولا الوقت الكافي لارتكابه المزيد من الجرائم ضد الإنسانية. ونطالب بإجراءات سريعة وتطبيق العقوبات اللازمة ضده وعصابته لحقن دماء اليمنيين. أما رسالتنا الثانية فهي إلى الشعب والفئة الصامتة، إلى شعبنا بكل أطيافه وجيشنا الحر، النصر قادم والتغيير آت لا محالة، النصر قادم والتغيير آت لا محالة. إلى الفئة الصامتة لا تفوتكم صرحة الحرية فتندمون إلى آلة القتل والدمار، نقول لهم يا من تقتلون بدم باردة من أجل من تقتلون آبائك وإخوانك وأبنائك، هل من أجل علي صالح؟ إنه راحل الراحل الراحل والوطن هو الباق. من أجل هذا الوطن جميعنا فلنخرج ونحفت فليرحل النظام. أما رسالتنا الثالثة قبل حرق المقارن إلى أرواح الشهداء الذين قدموا دماءهم الغالية الزكية الرخيصة، من أجلكم ومن أجل عزيزة وجميلة وسوسن وغيرهن، إلى أمين الجرحى نقول لهم نعدكم نحن هنا نساء اليمن بأن لن تذهب أرواحكم ودماءكم هدرا، وبها سوف ننتصر ونبني اليمن الجديد، وبها سنرسم نهاية للطاغية وأعوانه في محاكمة عادلة إلى المعتقلين والمختطفين المعذبين بأبشع الجرائم التعذيبية. اصدروا اصمدوا واثبتوا فإن الحرية قادمة، إن الحرية قادمة قادمة لا محالة، ولنبدأ الآن
إحراق هذه المطارم